لي حبيت نسألك سؤال يسألوا فيه التوانسة، شنو هي وضعيتنا الوبائية لها؟ اليوم عملنا ريكور 160 حالة، منهم 148 محلية، يعني هذا الشفر عمره ما صار، عمرنا في نهار ما لقينا 160 حالة. لكن ما تعتقدش كونه نحس كونه الكوم تاع الحكومة بشكل عام كأنها تغيرت، كأنه فما أرقام عاملة ريكور، عاملة أرقام قياسية، ولكن التعامل كأنه مش بالجدية المطلوبة اللي كانت في الفترة الأولانية حتى من بعض البلديات ولا بعض الولايات ولا غيرها. هي هذا عيب، لأنه معناها التفشي نتاع المرض هذا ما نعرفوش وين باش يوصلنا، ولو علميا نقول أن معناها يلزم الإنسان يتعود يتعامل مع الفيروس هذايا، لكن مبدئيا المبدأ معناها كل إنسان يلزم يقوم بواجب نتاعه، المواطن يلزم يحمي روحه، ولكن زاد كذلك معناها فما إجراءات جماعية يلزمها تكون متوفرة، التباعد هذا يلزم يكون، خاصة توا داخلين على العودة المدرسية، معناها ونعرفوا اللي هذا يمثل مشاكل كبيرة برشا، قاعدين نشوفوا شنو قاعدين يعملوا الفرنسيس والإنجليز والألمان فيما يخص العودة المدرسية هذه، معناها شيء يخوف في تونس. هذاك علاش حرصنا بشكون معانا مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاب بن علي، اللي عودتنا أنه تعطينا الوضع الوبائي بكل دقة وبصحيح وما فماش تغليف ولا تخفيف ولا حسابات أخرى. دكتورة نصاب بن علي صباح نور وشكرا على تلبية الدعوة، نعرف اللي أمامك ملفات وقاعدة تشتغل الآن في المكتب متاعك. صباح الخير، مرحبا بكم الكل، مرحبا بجميع مستمعين الإذاعة الوطنية. كما تفضلت وقلت، احنا المعطيات نتاعنا ننشروها يوميا في البلاغ اليومي للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اللي يخرج على الصفحة الرسمية نتاع وزارة الصحة. اليوم بالحق سجلنا معناتها رقم 160 حالة. كما تعرفوا احنا اهم من الرقم اللي سجلناه اليوم، أهم معطى هو عدد الحلقات العدوى اللي ولاو معناتها يتكاثروا. خلطنا حاليا عنا أكثر من 20 حلقة عدوى نشيطة، اللي يميزها حاليا شنو الحاجة الجديدة اللي توا عنا، إنهم دخلوا في بعض عنا معناتها حالات عدوى نشيطة في بعض المعامل وبعض المعامل الكبرى، واللي يجب يكون عنده معناتها امباكت كبير على العمل نتاع المعامل هذه. احنا اكيد قلنا باش مشينا في استراتيجيه نتاع تعايش مع الفيروس، واكدنا ويظهر لي برشا مرات اللي التعايش ما يعنيش ان ما نطبقوش الاجراءات الوقائيه، التعايش اللي نخليه اليقظه اقوى من قبل، لازمنا نكونوا يقظين ونقوموا بعمليه التقصي النشيط ونقوموا بتطبيق جميع الاجراءات والبروتوكولات الصحيه اللي تم وضعها. بدينا بعد فتره طويله 8 أسابيع ما سجلنا كان حالات وافده كنا نتبع فيها من بين الوافدين اللي دخلوا لتونس في الفتره حتى يكشف سبحان الحدود، وبعد بعد فتح الحدود كذلك قعدنا معناتها نكملوا نتبع في الوطن الوبائي، وكانت الحاله وكنا وقت في فتحان الحدود كنا اعلنا على ضروره اتخاذ بعض الاجراءات واللي هي كانت مهمه برشا باش نحلوا الحدود نتاعنا، واللي من بينها انه نطبقوا البروتوكولات الصحيه في جميع الاماكن العموميه، وكنا نادينا بضروره ارتداء الكمامه، واخيرا في اوت خرج القرار بتاع لوبليغاسيون دو بور دو ماسك، كنا نادينا بضروره تطبيق البروتوكولات الصحيه، كنا نادينا بضروره انهم لي زورغان نتاع الكونترول يقوموا بدورهم باش الاجراءات هذه يثبتوا كانت مطبقه ولا لا، كنا نادينا بضروره احترام عدم معناتها السماح للتجمعات الكبيره، خاطر شيء من شانها باش اذا كان فما لا قدر الله حاله تتسبب في عده حالات، لكن مع الاسف هذا الكل ما كانش معناتها مطبق. وصلنا دكتوره نساب من عليه مع الاسف ما صارش تطبيق، وصلنا للوضعيه الحاليه من عروس علامة حمراء وتفشي مرعب للفيروس خاصة في بعض المعامل، معمل متاع البارحة مثلا الأرقام تخوف. هذا هو في بالنسبة للبؤرة اللي موجودة تويك، لو نجم نقول اللي هي بؤرة في معمل بن عروس، فمع عملية تقصي نشيط كبيرة
قاعدة تصير. احنا اهم حاجة عنا جدا ما نحبوش نشلو الحركة الاقتصادية، وهذا قلناه برشا مرات. فما المعطيات انه المرض ما هوش حاليا ما عناش حالات خطيرة كبيرة، لكن نحب نقول منذ فتحان الحدود الى اليوم تم ايواء حوالي 100 شخص في المستشفيات، وحاليا عنا 17 حالة اللي هم مقيمين باقسام الانعاش. يعني الفيروس هذا كان يخلط الفئة عمرية معينة ويكونوا هم كبار في العمر وعندهم امراض مزمنة يجب يتسبب في حالات خطيرة. حاليا في المعمل هذايا ما عندناش حالات خطيرة اللي هي الحاجة الباهية، مع أغلبية الحالات هم حالات يعني عندهم أعراض بنين، ما همش أعراض معناتها كبيرة، وفما اللي يكون ما عندوش أعراض وقاعدين طويلة نتقصوا فيهم. اليوم قداش وصلنا العدد الرسمي معناها سيدة نساب بن علي؟ اللي بدينا حوالي 160، لكن نتاع البارح التقاسم نتاع البارح مازال ما خلطنيش للتوا، استنى باش يكمل يجيني باش نعملوا بيلون، باش نعملوا بيلون كومبلي. ال 160 على زوج معامل ولا المعمل الجديد هذا؟ المعمل الرئيسي هذا. الرئيسي جديد باهي. قاعدين نخدموا عليه، ومازلنا نستناو في نتائج التحاليل المخبرية اللي يقوم بها مستشفى العسكري بتونس اللي هو يكمل يبعث لنا التحاليل. دونك فما عملية التقصي مازالت قائمة. السيدة نساب بن علي، دكتورة نساب بن علي، في جربة مثلا أقل عدد حالات وسكرنا جربة في الفترة الأولانية متاع كورونا، المرة هذه قابس والحامة تحديدا توصل أعداد متاع أرقام قياسية كيف كيف بن عروس لأنها خالت عليها وفي تو معناها طالع بشكل كبير وما سكرنا حتى شيء. هو هذا هو، احنا توا مشينا في استراتيجيه جديده نتاع تعايش، لكن قلنا كل ما تبدا عنا بؤره ندخلوا باش نعملوا اجراءات خاصه، اجراءات تجم تكون اجراءات فارما خاصه بالبؤره هذيك. اللي صار في الحامه ودخلنا وصارت معناتها اتخاذ اجراءات حتى خلطت حظر التجوال، وهي اعطت الليفي نتاعها، وحاليا ثم تقلص في عدد الحالات كيف كيف في الكيف. بالنسبه للبن عروس الحالات مرتبطه بلوزين هذه، معناتها ماهمش ما فماش تفشي في من بين المواطنين اللي والعائلات، لكن مش معناتها فما بعض الحالات قد نسجلوا فيها. واحنا اليوم ان شاء الله نعملوا غينيون في ولايه بن عروس باش نزيدوا. عملنا ديجا اون غينيون مع المرصد، ما صارت اون غينيون وقيمنا الوضع ورفعنا تقرير للسيد الوزير على اثره تم وضع هذايا التقصي النشيط. حاليا اليوم باش نزيدوا نقيموا الوضع ونشوفوا شنو هما الاجراءات اللي نجموا نعزوها في بالنسبه لولايه بن عروس واي مكان. حاليا انا زاد كيف كيف فما بؤر اخرى اللي هي قاعده مقلقتنا واللي هي حلقه عدوى قاعده مقلقتنا، هي في مساكن. حال البارح عندنا حوالي 50 حاله في مساكن جديده اللي هما هذا مازالوا ما دخلوش في البلاغ نتاع اليوم، ما هما باش يخرجوا في البلاغ نتاع غدوه اللي جاونا في البارح مخر في الليل. ويمكن زاد كيف كيف فما معناتها اجتماع طارئ، هو صاروا عده اجتماعات لكن توا اجتماع طارئ باش نثبتوا في مدى تطبيق الاجراءات اللي تم اتخاذها، خاطر كل مره كما قلت لكم فما الاجراءات العامه هذيك العباد الكل مطالبين بها، لكن فما اجراءات خاصه كما وقت اللي دخلنا في سيدي بوعلي كي صاروا الحالات في المعمل وتم اتخاذ الاجراءات بسرعه تمت السيطره على الوضعيه في سيدي بوعلي. كيف كيف توا في القروان تم كيف كيف التدخل السريع، فما اجراءات تم وضعها منع الاعراس مع رفع الكراسي في المقاهي، ثم غلق المقاهي غلق الحمامات، ثم عده اجراءات يتم اتخاذها، لكن اذا كان ما تطبقش الاجراءات هذه ما عملنا حتى شيء. انا باش نسال سؤال قبل ما نجي للدكتور علي الورتاني. دكتوره نصاب من عليا، العائلات التونسيه خايفه على وليداتها الصغار، كان طبقوا البروتوكول الصحي اللي قريناه وتمعنا فيه ونعملوا التباعد الجسدي بين التلامذه اللي يقراوا مش ما نمشيش للجامعه على مستوى التلامذه اساسي وثانوي، كان خليهم متر بين كل تلميذ وتلميذ، نلقاو روحنا هذول نوصلوا للجزائر ولا ليبيا بالصف هذاك، هل هذا معقول معناها؟ انا باش نقول لكم حاجه، احنا حاليا راهو الفيروس هذايا فما معطيات علميه حول الفيروس هذايا اللي باش يقعد معانا عده سنين، راهو مش باش يقعد معانا. احنا من الاول الفتره الاولى معناتها العباد الكل حاجه جديده ونتبعوا فيها، وكان نظنوا اني باش نجموا نسيطروا عليه كان العباد الكل عملوا الاجراءات الوقائيه بصفه متزامنه، راهو خنقوه وراهو ما خلطش باش ينتشر، لكن هذا ما صارش للاسف، والفيروس هذايا ولا منتشر وقاعد يدور في عده مناطق وعدد الحالات اللي تبعوا فيها العباد الكل. فما حاجه بوزيتيف اللي عدد الحالات اللي قاعدين يسجلوا فيه معناتها ما عادش عندنا برشا حالات خطيره حتى في العالم الكل.
تقع فما معناتها نقص شويه، لكن نحب نقول اللي راهو معروف على الفيروسات هذه اللي هي في فصل الصيف ما تتكاثرش برشا، لكن هذا مش صحيح، قاعد ينتشر بقوه. الفيروس هذا مازال مخطر ولا لا ما نجموش نجزمو الا مازال نثبتوا الفتره الجايه. هو باش يقعد معانا يمكن كما قلت لكم عدة سنوات، لازمنا نلقاو حلول باش احنا ما نشلوش لا قرايه اولادنا، لا نشلو الحركه الاقتصاديه، لا نشلو حياتنا اليوميه، لكن بتطبيق الاجراءات. انا معاك اللي في لي كونديسيون تاع المدارس نتاعنا باش تكون عندنا صعوبات باش نطبقوا الاجراءات الوقائيه اللي حطيناها، فما بروتوكول صحي تم وضعه، واحنا وزاره الصحه معناتها اداره الطب المدرسي اجتمعت مع وزاره التربيه وصاروا عده اجتماعات، وكنا نادينا بضروره ان نحطوا جميع المستلزمات باش نطبقوا البروتوكول الصحي وباش تكون فما استحاله لتطبيقه. دكتوره نصاف من علي، في الوضعية الحالية متاع عدة مدارس ومعاهد استحالة لتطبيقه. هذاك علاش احنا ديما نقولوا استراتيجية ديناميكية، احنا باش نحطوا اليقظة الصحية اللي هو دور المرصد باش نعزوا من النشاط هذايا متاع اليقظة الصحية، باش لا كان عندنا أي علامات متاع انتشار الفيروس هذا لا قدر الله في المدارس نتاعنا بعد العودة باش ناخذ الإجراءات اللازمة، لكن احنا يلزمنا معناتها نلقاو حلول مع أولادنا، نعرفوا اللي الفيروس هذا عند الصغار ماهوش مخطر، لكن يقول لك مش مخطر لما يكون بورتور وينجم يعدي. يا دكتورة ينجم يعدي العائلة، هذاك علاش فما ان شونجمون دو كومبورتمون كوليكتيف كلنا مع بعضنا، معناتها العباد الكل لازم يكونوا واعيين توا كي يرجعوا الاولاد يقراوا، فما اجراءات وقائيه لازم نعملوها حتى في ديارنا كي نرجعوا قصلا لليدين، انهم الله غالب معناتها فما حاجات مش مستانسين بها باش نتلزوا ان نطبقوها. نعرف اللي صعيبه انت تمشي الصغير عمره 6 سنين و7 سنين و8 سنين وتقول له معناتها كيفاش عمليه التعايش، لازم تباعد مع خاصه هو على شكون باش ما يلزمهمش يقربوا للكبار في السن اللي عندهم امراض مزمنه. هذا هو ونحاولوا باش اي حتى الاولياء الكل اي صغير تظهر عنده سخانه ولا اعراض ولا حاجه تكون لغي اكتيفيتي ايميديات، يتم اعلام المدرسه اللي هو فيها ويتم معناتها التكفل بالصغير باش نشوفوا شنو اللي عنده. راهي صعيبه الفتره الجايه، انا نحب نقول يمكن اللي تعديناه الكل حاجه، والفتره الجايه صعيبه برشا. علاش؟ خاطر ما نعرفوش الفيروس اصعب من الفترات السابقه كلها معنا. نعم، نختم مع دكتور علي الورتاني. سؤالك دكتور، الدكتور اللي صبن عليه عسلامه، الناس الكل يحبوك ويحترموك لانك انت صادقه برشا في الخدمه نتاعك وفي كلامك. الملاحظه الاولى فيما يخص الطب المدرسي، انا نقول التباعد والاحتياطات وكل شيء، وقت تجي في مدارس اللي فيها مئات التلامذه وما عندهمش ميم با بيت راحه باش ينجموا، ولا عندهم بيت واحده ولا زوز، هذاك الكل معناها اكبر مكان للعدوى. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، السؤال الآخر، يعني احنا بعد الخطاب تاع سي الفخفاخ وقت اللي قال انتصرنا على الفيروس معناها وعمل علامة الفيكتوار، وقعت رخة في تونس من حيث يعني الاحتياطات. يا لندرا الرخة هذه هي في الجانب السياسي نتاعها المسؤولية، وإلا في الناحية العلمية، اللي مثلا قلنا احنا او سي انتصرنا علميا على الفيروس، يعني نحب نعرف المسؤوليه نتاع الرخه هذيك اللي خلات الفيروس رجع. يا لندرا المسؤول عليه هو السياسي او عضو المجلس العلمي. نحب نقول اللي المجلس العلمي احنا وقت اللي في التقييم نتاعنا للحاله الوبائيه كنا اكيد خاطر خلطنا الفتره اللي ما عادش نسجلوا في حتى حالات محليه وعندنا بعض الحالات الوافده، وقلنا اللي تمت السيطره على الفتره الاولى هذه من التصدي للفيروس، وكنا قلنا يلزمنا نقعدوا يقظين، وخدمنا برشا على بروتوكولات صحيه وعلى اجراءات اللي يلزمنا نطبقوها في لفتح الحدود، وكنا نادينا كبيره وحتى معناتها في عده مناسبات وحتى لي دوكيومون اوفيسيال، وقلنا شنو هي الاجراءات اللي لازمنا نتخذوها للفتره الجايه، وفما كما لاحظت الكل فما الاجراءات هذه لم يتم تطبيقها معناتها في المسؤوليه ترجع لشكون؟ المسؤوليه للي ما طبقش. المسؤوليه ترجع للي ما طبقش. اللي ما طبقش.
يعني القرار السياسي معناه نصاف وليد تعمل في السياسه نصاف دكتوره نصاف عمرك ما عملت السياسه انت نعرفك ما تحبش وماكش تعمل السياسه انا تري كونتونت والحمد لله يا ربي في بالدور نتاعي هذايا ونقعد سيونتيفيك جو سوي سيونتيفيك ونقعد سيونتيفيك انا باش نقول لكم معناتها فما اجراءات لن يتم تطبيقها هذا اللي صار معناتها واضح هو اجا نقول لك ما فماش بلاد توا ما عرفتش عوده لانتشار الفيروس هذايا لكن الحده والسرعه نجم نتحكموا فيها قد ما نطبقوا الاجراءات وقد ما نكونوا معناتها نعملوا انيكيليبر ديما انا نقولها ليكيليبر بين ان نرجعوا نعيشوا حياتنا مش باش نقعدوا يشلنا هذايا ثلاثه اربع سنين باش يقضي علينا كان نقعدوا قاعدين ما نعملوا في حد شيء ونقولوا الفيروس هذا قاعد يدور الفيروس هذا ما عادش الشبح الكبير اللي ملول كنا ملول ما نعرفوهش شكون هذا اللي انكونو ما نعرفوش شنو باش يعمل تو عرفنا عليه برشا حاجات قاعدين نتعاملوا معاه قاعدين نتاقلموا معاه قاعدين نتاقلموا في الاجراءات العلميه معاه لكن كيف معناتها نعطيو اجراءات ونقترحوها ماذا بينا تكون مطبقة واضح يزم التطبيق خاصة لأن الفيروس متاع القريب على قريب باش يجينا دكتورة الشوي إميدياتمون مش معقول أن نقعد باش نخرجوا أن تكست جوريديك يقعد بالأسابيع والأسابيع باش يخرج هذا مهم برشا واضح زاد السرعة في آخر في سن القوانين ونخرجها وننشرها ونطبقها نفهم أنه وخرنا شوية في الكمامة والقانون متاعها رغم اللي خرجنا القانون زاد والعباد مش تلبس في الكمامة دكتورة نصاف علي شكرا ليك نسانك جايه لهنا راهو في الاسبوع القادم ولا وقتاش ولا نشوفوا تنص نسقوها يلزمك تجيب حدانا باش نفركوا الرومانه اكثر من ناحيه كنت باش نسالك سؤال لكن جاوبت عليه انت بطريقه ممتازه ما نعملش سياسه مانيش باش نعمل سياسه وانا فرحانه باللي انا قاعده نخدم فيه الان ومش نواصل فيه الان شكرا ليك دكتوره نصاف من علي رغم هي قلقت البعض من خدمتها العلميه لكن شكرا ليك يعطيك الف صحه وننتظروا منك جايه بحدانا بعد قليل نستقبله بكل سعاده الوزير الاسبق والناشط السياسي والأستاذ الحقوقي الأزهر العكرمي في قراءة خاصة بما حدث البارحة باش يكون معنا زاد علي الورتين.